بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اسلام حسن، والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تقدر تعلن عن متغير بكل سهوله، ونتعرف ان شاء الله النهارده كمان على انواع البيانات. خليكم معايا، نبدا بقى هنا. اول حاجه بعد طبعا ما فتحنا البرنامج فيجوال ستوديو، فتحنا مشروع جديد وفتحنا نافذه الكود زي ما طبعا كل الكلام ده احنا تعرفنا عليه في الحلقه اللي فاتت في درس التعرف على الواجهه الرئيسيه. نيجي هنا بقى عشان في نافذه الكود ونبدا ازاي نقدر نعلن عن متغير. عشان تقدر تعلن عن متغير بتبدا باول كلمه وهي dim dim وده عباره عن امر احنا بنستخدمه في الاعلان عن المتغيرات. بيجي بعد ذم دي اسم المتغير زي ما انتوا شايفين قدامكم القاعدة، اسم المتغير وليكن strname مثلا، اي اسم، تمام، اي اسم. بنيجي بعديها كلمة as، واس دي عبارة عن كلمة محجوزة في الذاكرة، ده اللي انت تقدر تعرف عنه. بعد as دي بيجي حاجة اسمها data type. يعني ايه data type؟ نوع البيان، نوع البيان وليكن integer. طيب ايه الكلام اللي احنا كتبناه ده، ويعني ايه انتجر، ويعني ايه هي انواع البيانات، هنتعرف هنفهم دلوقتي كل الكلام ده. اول حاجه ديم ده عباره عن امر الاعلان عن المتغير. ستار نيم ده اسم المتغير، بيكون اي اسم. طيب هل الاسم ده بيكون لشرط؟ اه، ممكن ما تعملش في الاول يعني لا فاصله من تحت دي، لا تعملش دي، هيقول لك في غلط، تمام، ما تعملش تمام، ما تعملش مثلا نقطة فاصلة، تعمل مسافة كده، تمام، اه هيقول لك في غلط، ما تعملش طبعا ايه مسافة والكلام ده، اكتب الاسم عادي. ممكن تعمل هنا مثلا اندرسكور عادي، مش مفيش فيها اي مشكلة، لما ما تعملش في الاول اي علامات مثلا هنا، ما ينفعش تحط رقم، ما ينفعش تحط اي حاجة من دي، ده في شروط كتابة الـ الاسم او اسم المتغير. ف هنبدا نتكلم تاني عن بقى ايه ده الموضوع اللي هيطول معانا شويه اللي هو الداتا. طيب نيجي هنا كده عشان الموضوع يبقى واضح اكتر معانا. اول حاجه عشان نفهم الداتا تايب، الداتا تايب دي عباره عن نوع بيان. يعني ايه نوع البيان؟ القيمه اللي انت بتحجزها في الذاكره، زي ما احنا عارفين الكمبيوتر في ذاكره رام، والذاكره الرام دي هي اللي بتخزن عليها ايه، بتخزن عليها الداتا المؤقته، تمام، اللي هي راندوم اكسس ميموري، اللي هي ذاكره الوصول العشوائي، اللي هي الداتا المؤقته. فانت مثلا لما بتختار وليكن نوع بيان وليكن انتجر، تمام، فانت قلت الانتجر ده احجز لي مساحه في الرام. يعني احنا دلوقتي لما نعلن المتغير قلنا له احجز لي دلوقتي في الرام حاجه يعني مساحه باسم الاس تي ار نيم دي. طيب المساحه دي هتكون قد ايه يا معلم؟ هتكون انتجر، انتجر دي اللي هي 32 بت، انتجر اللي هي 32 بت. طيب ايه هي بقى كده، احنا فهمنا الكود يعني ايه جبنا الكلام ده كله. طيب ايه هي الداتا؟ طيب ايه هي انواع البيانات؟ انواع البيانات اول نوع معنا اللي هو بايت. بعد البايت هنقول له انتجر، ايه اللي هو انتجر. بعد الانتجر هنقول له شورت، بعد الشورت هنقول له لونج. يا ريت تكتب الكلام ده عشان يكون ايه الموضوع مفهوم اكتر. قلنا بايت، انتجر، شورت، لونج، دي هي انواع بيانات. بس انواع بيانات ايه؟ رقميه صحيح، رقميه ايه صحيح، يعني ما بتقبلش مثلا الواحد على خمسة، واحد واثنين من عشرة، واحد وخمسة من عشرة. الكلام ده كله اللي هي القصور والكلام ده هي اعداد صحيحه. طيب الرقميه الغير صحيحه، رقميه الغير صحيحه وتنفع صحيحه برضو وصحيحه، يعني بتمشي الاثنين اللي هي بتاع يعني القيم دي بتمشي دي والايه واللي هي الغير صحيحه، تمام. اول نوع معانا اللي هو السنجل، بعد السنجل هنقول له دبل والديسيمال. طيب يعني ايه برضو الكلام ده، عايزين نفهم. احنا دلوقتي قلنا البايت دي اقل قيمه، وبتبدا طبعا كام بايت؟ من 0 ل 255. لكام؟ من 0 ل 255. طيب يعني ايه برضو من 0 ل 255؟ نبسط الموضوع، مثلا لو انت عندك برنامج آلة حاسبة وجيت مثلا عملت
صندوق نص ده وقلت دخل الرقم هنا. لما لو انت عامل نوع البان بايت ما ينفعش تدخل رقم اعلى من 255، يعني ما ينفعش 256 مثلا، لا لازم من 0 ل 255 اي رقم بين الاثنين دول، تمام؟ يعني ايه يكون بين الاثنين دول كده، ما يخرجش عن الايه بين ايه الارقام اللي بين دول، تمام؟ طيب الانتجر اعلى من البايت وبياخد ارقام اعلى منه زي ما احنا قلنا، هو بياخد ارقام اعلى، كل ما بتعلى هنا بياخد ارقام اعلى، الشورت اعلى من الانتجر والبايت، اللونج اعلى من دول كلهم كده يعني، تمام؟ بس في نفس الوقت دول ارقام لازم تكون ارقام ايه صحيحه. لو حطيت رقم 10 وانت عامل برنامج برقم صحيح هيعمل لك مشكله وخطا والبرنامج مش هيشتغل معاك. الارقام الغير صحيحه بقى السنجل بتاخد كل حاجه قبلها، البايت والانتجر والشورت واللونج بالاضافه للارقام العشريه. الدبل ده بياخد نفس الكلام، السنجل وبياخد بياخد السنجل واللونج والشورت والانتجر نفس الكلام اللي وراه وهكذا في الديسيمال. طيب الفكره انت بتحجز زي ما احنا قلنا ان الرام، لما انت بتختار الرام بتقول لك ده المساحه اللي انت بتاخدها من الرام، زي انا بحاول اشرحها بالموضوع بسيط عشان يبقى الموضوع مفهوم وسهل معانا. دي المساحه اللي انت بتاخدها من الرام نفسها. طيب نخش على انواع البيانات الثانيه اللي هي الحرفيه. عندنا اول نوع اللي هو اتشار، وده طبعا بياخد رقم واحد بس، حرف واحد مش اكتر، تمام؟ يعني فاصله نقطه قوس كده، ما ياخدش اكتر من حرف، حرف واحد بس. طيب النوع اللي بعده سترينج، وده حرفي، وده بيلوى الجمل والكلام ده كله، اللي مثلا كلمه زي دي جمل كلام كتير، هو ده السترينج. فهمنا الفرق؟ يا ريت يكون فهمنا الفرق، بس عشان ايه انا عارف ان الموضوع بيلخبط، بس دي في البدايه، بس لما تتعود هتلاقي الموضوع سهل وبسيط جدا. النوع اللي بعده الديت، وده طبعا من اسمه اللي هو خاص بيه الديت اللي هو التاريخ. نوع لو انت عايز بتعلن عن تاريخ فبتستخدم الداتا تايب بتاعته تبقى ديت. هنبدا دلوقتي في البولين. البولين ده قيمه منطقيه وبتاخد قيمتين بس، يا اما ترو يا اما فولس، زي مثلا ذكر او انثى، يا اما ترو يا اما ذكر يا اما ترو او فولس، تمام؟ واخر نوع معانا هو النوع الاوبجكت. ايه الاوبجكت؟ اوبجكت، وده طبعا من اسم اللي هو الشيء، لما بتيجي مثلا حاجه غير اللي احنا اعلنا عنها دي، يعني مثلا لا حرف ولا رقم ولا تاريخ ولا قمه منطقيه مثلا، فيبقى ايه اوبجكت. زي مثلا الصوت، لما تيجي تتعامل مع الصوت بتستخدم الاوبجكت، تمام؟ لان الصوت لا رقمي ولا حرفي ولا اي حاجه من دي، فبتستخدم اوبجكت. هو عباره عن ايه؟ عن شيء، تمام؟ يعني يكون الموضوع واضح معانا. نيجي بقى هنا نتعامل هنا بقى، خلاص احنا كتبنا الكلام ده، فهمناه، حفظناه، خلاص الموضوع انتهى. هنيجي زي ما احنا قلنا هنا الديم بتاعنا متغير، ستار نيم اسم متغير، اس كلمه محجوزه في الذاكره، انتجر المساحه اللي هناخدها من الرام ونوع البيان بتاعها، ودي اعلى من البايت، تمام؟ كده انت فهمت الكود، تمام. الانتجر دي نعلن تاني عن مثلا متغير وليكن حرفي، نقول له ديم str name عادي name، نقول له as string، تمام؟ طبعا هو عمل خطأ عشان ان الاسم هنا متكرر، فممكن نعمله مثلا اي اسم، نقول له ايه مثلا string. نعلن عن متغير من نوعية مثلا بايت، نقول له ss مثلا as، ونقول له ايه شاه سي ايه اهو. طيب هنا بقى لما تيجي تلعب متغير ملهاش فاليو، ملهاش ايه؟ ملهاش فاليو. طيب نيجي بقى هنا، طب ايه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنخصص طبعا المتغير ده الجمله بتاعته او الكود بتاعه من هنا، بيكون اسرع. طيب هنا ينفع اكتب مثلا كلام كتير؟ ينفع اكتب كلام كتير؟ لا طبعا هو هنا عشان اعتبرها نص بس، لكن الموضوع طبعا غلط. اتشار بتاخد ايه؟ احنا زي ما احنا اتفقنا بتاخد ايه؟ رقم واحد، ايه رقم واحد بس. طيب السترينج نشيل طبعا الكلام ده، فهنا مثلا بنستخدمها في ايه؟ نقطة مثلا كده. سترينج ممكن تكتب كذا جملة. عندنا برضو ديم، ونقول له از مثلا النوع البيان اللي بعد دبل.
عندنا ديم تقول له از از ديسيمال تمام. ودايما الديسيمال ده اللي هو الاعلى من الاعلى من الاعلى من الدبل ديت. وعندنا الدم خاصه بيه البايت كل طبعا احنا سمينا بايت وعادي شايف عادي بس في حاجه هو ليه ظهر هنا خطا؟ لان البايت تمام لان البايت من الكلمات ايه المحجوزه دي معلومه نسيت اقولها ان ممنوع تعمل هنا شروط او حاجات هنا او والفكره الثانيه ما تكتبش كلمه من الكلمات المحجوزه يعني مثلا ما ينفعش انا على المتغير انتجر تمام هيقول لك في خطا ما ينفعش على المتغير دبل هيقول لك في خطا ما ينفعش على المتغير تشار كده يعني هيقول لك في خطا فنعلن عن اي اسم عادي دي معلومه يا ريت كلنا نفهم لان في ناس بتلخبط في الجزئيه دي يا ريت يكون الموضوع فاهمينه زي ما شايفين دي القاعده بتاعت قدامكم دلوقتي دي القاعده بتاعت انشاء متغير ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن الثوابت ويا ريت تكون الموضوع سهل وبسيط ده بكل بساطه كان موضوع شرحه النهارده ما تنسوش في الفيديو تدوس لايك لو عجبك الفيديو ودوس سبسكرايب او اشتراك للقناه ما يكون مدور تحت الفيديو دي ولو كان عندك اي مشكله او اي اقتراح سيبه لنا في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.